فاز الرئيس بشار الأسد بولاية ثالثة مدتها 7 سنوات في أول انتخابات تشهدها سوريا منذ أكثر من 40 عاما. فهل كان أمام السوريين من خيار آخر؟ المهزلة المسرحية، انتخابات الدم، أوصاف أطلقتها المعارضة والدول الداعمة لها على الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا. فما هي البدائل؟ الانتخابات تمثل بداية حقيقية للحل السلمي للأزمة. يردد أركان النظام: الانتخابات أنهت أي فرصة للحل السلمي ترد المعارضة. استقطاب داخلي يرافقه انقسام إقليمي ودولي والمأساة السورية تتفاقم، فأي مستقبل يمكن استشرافه؟ أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة جديدة من برنامج حديث الساعة. أنا فدا باسيل وأرحب بضيوفي. سينضم إلينا من دمشق السيد مصطفى المقداد، هو حاضر معنا، نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا. كما ينضم إلينا من واشنطن ديفيد بولوك، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. وهنا في الاستوديو أرحب بضيفي الدكتور محدين اللاذقاني، الكاتب والمعارض السوري. قبل أن نبدأ الحوار نتابع معا هذا المقطع الذي يعكس آراء بعض الأطراف المعنية بالأزمة السورية إزاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة. عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين حسب التسلسل: 1 السيد الدكتور بشار حافظ الأسد 10,319,723 صوتا بنسبة 88.7% من عدد الأصوات الصحيحة. يعني هو تحدث عن 15 مليون عن 11 مليون صوتوا له، والعالم كله يعرف واقع الحال في سوريا. في أرقى الدول الحضارية لا تصل نسبة التصويت إلى 73%، فكيف ببلد مدمر، هناك حرب، 9 ملايين مهجر داخلي، 3 ملايين مهجر خارجي، 2 مليون فروا، 1.5 مليون بين قتيل وجريح ومعتقل، هذه الألعاب لا تعنينا من قريب ومن بعيد. أكد الوفد أن الشعب السوري شارك بحرية تامة في هذه الانتخابات، وأن الحملات الدعائية الغربية والإقليمية والتضليل ومحاولات تزييف الحقائق لم تنجح في أثناء الشعب السوري عن ممارسة حقه في اختيار قيادته. Now, with respect to the elections that took place, the so-called elections. فيما يتعلق بالانتخابات أو ما تسمى الانتخابات، فهي ليست انتخابات. إنها لا تساوي شيئاً، لا معنى لها، لأنه لا يمكن عقد انتخابات حيث لا يستطيع الملايين من الشعب التصويت أو الطعن فيها، ولا خيار لهم. لم يتغير شيء قبل الانتخابات، ولم يتغير شيء بعد الانتخابات. Nothing has changed between the day before the election and the day after. Nothing. هذا ليس بجديد، والمتوقع أن نشكك، خاصة الدول التي حاولت إفشال العملية الانتخابية في سوريا، من المتوقع أن تشكك بنزاهتها، ومن المتوقع أن لا تعترف بها، لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر أمام إصرار الشعب السوري في تحديد مستقبله وفي تحديد اختياره في من يمثله رئيسا لبلده. حقيقة لا أعرف عن أي نوع من الانتخابات يجري الحديث في سوريا هذه الأيام، في بلاد لم تعرف أي نوع من الانتخابات خلال أكثر من 50 عاما من حكم الدولة التسلطية وحكم آل الأسد من ضمن هذه الدولة. أبدأ معك دكتور محدين، يعني قراءتكم لهذه الانتخابات والرسائل الموجهة من ورائها، لا سيما أنه يقال بأنه نسبة الإقبال كانت كثيفة. يعني أولا هزيمة بعض الناس تكمن في اللحظة التي يعتقدون فيها أنهم انتصروا، وعملية كلمة فازة ومهزلة
ليس مكانها هنا تماما. الرجل الذي أوقع في بلده كل هذا الدمار لا يمكن أن نقول عنه فاز. حمص ودمشق وجزء من دمشق وحلب الآن مثل برلين أيام الحرب العالمية الثانية، والمسؤول عن هذا الدمار معروف. أيضا استخدام كلمة مهزلة وسط كل هذا الدم لا معنى له. المهزلة أننا نجلس لنناقش من فاز بالانتخابات ولا نناقش لماذا ليس هو الآن أمام محكمة الجنايات الدولية ليدفع الثمن أمام كل تلك الجرائم. أما عن حكاية الإقبال الشديدة والإقبال الكثيف كما سميتي، فالفيديوهات واضحة. دمشق الحركة فيها كانت شبه مجمدة تماما يوم الانتخابات. ربما تتحدثين عن الفيلم الذي عدوا حالش في السفارة السورية في بيروت. أنا أتحدث على كل الأحوال، أنا أنقل ما قيل يعني وما ذكرته السلطات الرسمية بأن نسبة الإقبال السلطات الرسمية 73. تكذب حتى حين تتنفس. التقارير الواردة من الأرض تقول تماما أن نسبة المشاركة أقل من حتى من 5%. الأرقام الرسمية التي أعلنت عن الذين شاركوا لم يصدقها أحد، 74% من أصل 15 مليون، في حين أن معظم الذين رصدوا بدقة وعن قرب وأصوات الذين استشهدوا وبطاقات المعتقلين وكل هؤلاء كله لا يصل إلى 1.5 مليون. إذن نحن هنا أمام آلة إعلامية تعودت على الفبركة، تعودت على الكذب، وتقدم أرقام غير صحيحة وتحاول أن تصور. السيدة بثينة شعبان في مقابلة تلفزيونية لها تقول بأن يعني هذا يدلل على الفرق الواضح بين البروباغندا الإعلامية بأن الناس ضد الرئيس بشار الأسد وبين واقع الحال التي أظهرته هذه الانتخابات، أن الناس يعني تؤيد الرئيس بشار الأسد وأنه صار في هنالك وعي وتحول بالرأي العام داخل سوريا وخارج سوريا أن النظام هو البديل الوحيد لما يجري. خليني أعطيك البروباغندا خلف السيدة تاريخ السيدة بثينة شعبان. لا ما نحكي شخص، نحكي فقط هي تتحدث عن بروباغندا. من أول الأحداث الثورة السورية في درعا اتهمت الفلسطينيين قبل أن يكون هناك إرهاب أو أي شيء آخر. في المجزرة الكبرى، مجزرة الكيماوي في الغوطة، قالت أن الإرهابيين نقلوا الأطفال من اللاذقية وطرطوس وبانياس ورشوهم بالغاز في غوطة دمشق. هذه السيدة لها تاريخ في الفبركة وهي جزء من المكينة الإعلامية للنظام، فحين تقول كلاما من هذا النوع إذن نحن أمام نظام يدافع عن نفسه وأمام عصابة لا تريد أن تعترف بكل ما تم. في بعض نقطة بدي أسمع يعني رأيك فيها، أنت ذكرتها، قلت بأنه الخطأ أن يظن البعض بأنهم انتصروا. هل يمكن أن يكون ذلك؟ هل تؤشر إلى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ هل تؤشر بأنه يمكن هذه أن تكون هذه هي الغلطة التي تحول موازين القوى، أو الغلطة التي تدفع باتجاه دعم أكبر للمعارضة السورية؟ هذه الخطيئة التي ارتكبها بشار الكيماوي بهذه الانتخابات، عمليا هو لم يفز بشيء. الذي فاز وكسب برهة من الوقت روسيا وإيران، لأنها ستستغل هذا الفوز في الساحة الدولية الآن لتقول أن السوريون اختاروا، تحاول أن توجد الحل السياسي. والحل السياسي كما يعلم الجميع يكمن في رحيل سأعود إلى الحل السياسي والكلام عن الحل السياسي، ولكن يعني سيد مصطفى المقداد كان يبتسم وأنت تتكلم. سيد مصطفى، ما الذي ستغيره هذه الانتخابات وفوز الرئيس بشار الأسد بولاية ثالثة؟ هل ستوقف الدمار؟ هل ستوقف الحرب؟ هل ستعيد المهجرين؟ يعني كيف تنظر أنت إليها؟ قطعا يعني بداية أود أن أقول كلمة بسيطة بالبداية، وهي كلمة حرام. حرام على من يتابع أن يقول بعد أكثر من 3 سنوات و3 أشهر من الأزمة المحنة التي تمر بها سوريا أن ما يحصل هو بروبوغاندا وكذب، ويتعامى كليا عما يحدث. لا أدري من أين تأتي هذه الأخبار، وقد خليني أكفي للآخر. أنا يعني لم أقاطعك بأي كلمة بعد إذنك. تفضل سيد مصطفى. فقط قلت الحرام هو البراميل. طيب تفضل سيد مصطفى. اسمعني، أنا يعني لم أقاطعك وأرجو أن تبقى بهذا المستوى من الحوار سيد مصطفى، وهذا ما ينبئ في البداية عن طريقة التعامل. أعصابك إن كنت سيد مصطفى. سيد أعصابي يعني سيد محدي، لا نفهم وجهات النظر المختلفة. أرجو أن نسمح لكل واحد منا أن يتكلم إلى أن تنتهي الفكرة. تفضل سيد مصطفى المقداد، لك الكلام. سأتابع
راحتي وأعصابي أكثر من هادئة، علما بأني وهذا ما نتوقعه منك يا سيد أكثر مصطفى. من نصف ساعة على الطريق لكي أصل إلى مكتبكم، نظرا للازدحام الشديد الذي يقوم به المواطنون على أوتستراد المزة الذي يعرفه الجميع، القاصي والداني. سيد مصطفى، يعني بفهم من كلامك بأنه كان الانتظار يعني انتظار سعيد، انتظار فرح، فبالتالي أنت هادئ الآن وتستطيع أن تعبر عن الفرح. أنا لا أريد أن أدخل كلمة الفرح، لا تطوليني ما لم أقل. لا، الانتصار، ولكن سوريا الانتصار. سوريا تعيش أزمة حقيقية لا ينبغي التعامي عنها. المحددات على الأرض هي تحدد بدقة مصير واتجاه والتغير حتى في التعاطي مع هذه المسألة. الانتخابات قدمت أكثر من دليل. باعتقادي شخصياً، لعل الدليل الأهم الذي قدمته هذه الانتخابات سواء داخل سوريا أو خارجها كان أكذوبة الحاضنة الشعبية التي كانت تأوي المسلحين ممن يدعون أنهم حريصون على حماية المتظاهرين أولاً ثم المدنيين لاحقاً. هذه الأكذوبة التي كانت واضحة للمراقب الحقيقي منذ البداية. طب كيف ظهرت هذه الأكذوبة ومسيرة الانتخابات؟ هذا الاتجاه الشعبي الكبير، عندما تغلق بيروت وشوارعها يومي 28 و29 في من خلال قيام المواطنين السوريين بالاتجاه إلى السفارة السورية، ولعل الأمر كان قريبا من ذلك في عمان وإن لم تظهر على شاشات التلفزة بشكل كبير. طيب، هذا في هون الاتجاه نقطة في الخارج. في هون نقطة من دفع بدي أسمع منك تعليق عليها سيد مصطفى. يقال بأن الخوف هو الحافد، أن الخوف هو الحافد للتوجه. ممن يعني يخافون؟ سمعنا إشاعات من الرئيس بشار الأسد؟ نعم، سمعنا إشاعات في دمشق. طيب، من المخابرات السورية؟ بس اسمح لي، من حزب الله؟ يعني لأكمل وجهة نظري وأنت أعلق عليها. قيل أنه سيتم سحب جوازات السفر من هؤلاء. قيل بأنه هؤلاء سيتم ختم يعني إخراجات القيد التابعة لهم لمعرفة من هذه الأكاذيب تعيش في خيالات وأمهام من يتصورونها. من يتصور هذه الأكاذيب؟ أكاذيب ما زالت تدفع بالمزيد من الضحايا. حرام، أعيد الكلمة التي قلتها في البداية، حرام أن يتم تسويق مثل هذه الأكاذيب. من سيسحب الجوازات ومن سيختم البيانات العائلة أو إخراجات القيد؟ هذه الأمور لن تتم. أنا شخصيا كنت في بيروت خلال الفترة التي كان يتداعى فيها المواطنون السوريون لتسجيل أسمائهم وإبداء رغبتهم في المشاركة. أقول بكل يعني بساطة، كنت أقف مشدوها عند الكثير من المواطنين الفقراء والعمال البسطاء القادمين من كل أنحاء لبنان مثلا، وهم من معظم المحافظات التي تعتبر بوصف البعض أنها حاضنة للمجموعات التي تقاتل النظام وأنها تحسب على المعارضة التي تريد إسقاط النظام. طيب، لقد كانوا من إدلب وحلب ودير الزور بشكل أساسي، وكنت أقف كثيرا، هل حقا أن هؤلاء يمكن أن يغرر بهم أم أنهم مندفعون بما يحسون به تماما؟ عندما يعني يصل العدد في لبنان إلى أكثر من 300,000، بعضهم جاء من طرابلس وبعضهم جاء من عكار. طيب، وبعضهم جاء من وادي خالد ومن معظم المناطق، وتعرض بعض ممن ذهب ومارس حقه في الانتخاب بأن يقول نعم لبشار الأسد أو نعم. طيب، لحسان النوري أو نعم لبهر الحجار، تعرض للضرب والاعتداء في طرابلس وعرسال وأكثر من منطقة، وبريتال أكثر من حادثة سجلت بالاعتداء على سوريين
لأنهم أدلوا بأصواتهم سؤالي إلى حد الآن لم تجب عليه. يمكن أن يكون رئيساً. طيب سيد مصطفى بس بدك تسمح لي لأن الوقت ضيق ويمر بسرعة. دمشق والمحافظات السورية أي يوم الانتخاب في 3 حزيران الجاري كان الناس تحت وقع قذائف الهاون التي أعلنت جبهة النصرة عن مسؤوليتها، وقد سقط أكثر من 145 قذيفة هاون على دمشق وحدها. صار في أكثر من نقطة بدنا نسمع من ضيوفنا رد عليها. من الذهاب والإدلاء بأصواتهم. طيب. وربما كانت الكثير من الشاشات تعرض، وأعتقد أن مراسلكم في البي بي سي لديه الصورة الواضحة عن الكثير من المناطق. طيب. السورية سيد مصطفى. وما شهده سيد مصطفى اسمح لي من إصرار بس على لو سمحت تكون الأجوبة مختصرة قدر الإمكان كرمال يعني الضيوف. نعم. الآخرين. نعم. يستطيعوا أن يعلقوا ويشاركوا في هذه الحلقة. نعم. وفي نقطة لم تجب عنها سأعود إليك بها قبل أن. نعم. أعود للرد سيد محي الدين اللاذقاني بدي أسمع من السيد ديفيد بولوك. سيد ديفيد، وصفت هذه الانتخابات بالمهزلة، وصفت هذه الانتخابات بالمسرحية الهزلية من قبل الغرب، ولكن هل ستترجم هذه الأقوال أفعالا أم ستبقى في إطار الكلام؟ أنا أعتقد أنه واضح أنه هناك خلافات عميقة بتقييم هذه الانتخابات من قبل النظام من ناحية ومن قبل المعارضة من ناحية أخرى، ولكن الحقيقة حسب التقييم الشخصي وحسب التقييم الرسمي الأمريكاني في نفس الوقت أنه هناك بعض الشعب السوري الذي يدعم النظام، وهناك أغلبية الشعب السوري الذي يعارض هذا النظام والذي ليس لديه حق التصويت في هذه الانتخابات بسبب الالتجاء في الداخل وفي الخارج، وبسبب القمع، وبسبب الهجمات المستمرة من قبل النظام على الشعب السوري في كل أنحاء البلد. ولذلك نحن في الغرب أو أنا شخصيا أنا أرى الوضع كذلك. أولا هذه الانتخابات تثبت أنه ليس هناك أي احتمال لحل سلمي، لحل وسط لهذه الأزمة السورية. طيب. لأن الحكومة السورية، النظام السوري ترفض بشدة احتمال حكومة انتقالية كما اتفق في جنيف. سيد بولوك، يعني النظام السوري يقول. نعم. أو وليد المعلم وزير الخارجية بأنه هذه بداية الحل السياسي اليوم في سوريا، هذه الانتخابات هي بداية الحل السياسي. هذه نكتة، ولكن نكتة حزينة جدا جدا، لأن الحقيقة أنه الحل السلمي، العملية الدبلوماسية والسياسية للقاء حل سلمي، لحل وسط، حل دبلوماسي لهذه الأزمة لقد بدأت من قبل في المبدأ حكومة انتقالية، وبدلا عن ذلك قام هذا النظام بانتخابات وبالولاية الثالثة للرئيس القائم دكتور بشار الأسد. طيب. في سوريا المعنى ما الذي سيفعله الغرب؟ يعني أنه ليس هناك أي احتمام. طيب. ليس هناك أي احتمال لحكومة انتقالية ولا لمشاركة في القوة ولا لحل وسط، ولذلك كيف سيرد أنا أتوقع الغرب هون؟ هل حسم استمرار الغرب أمره؟ الحرب الأهلية داخل سوريا. سيد ديفيد بولوك، بدي أعرف منك الموقف الغربي، كيف يفكر العقل الغربي؟ يعني هل حسم الغرب اليوم موقفه بعد هذه الانتخابات بأنه لا وجود لحل سياسي، وبالتالي لابد من الحرب من أجل إنهاء ما يعتبره الغرب غير شرعي؟ يعني أكثر من مرة سمعنا يقال بأنه الرئيس
الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته. وزير الخارجية الأمريكي بالأمس قال بأن هذه الانتخابات لا تمثل شيئا. إذن هل حسم الغرب أمره؟ لم يعد يتحدث عن حل سياسي. يعني سمعنا الرئيس باراك أوباما في آخر خطاب له وهو يقول بأنه لا حل في سوريا إلا الحل السياسي. هل حسم الأمر؟ هل بات الغرب طرفا فاعلا على الأرض بشكل أكبر بالنسبة لدعم المعارضة بعد هذه الانتخابات؟ نعم، الجواب نعم، ولكن هناك احتمال في المستقبل البعيد لحل سياسي لهذه الأزمة السورية بعد تغيير التوازن في الميدان في الأرض. ولذلك أنا أعتقد أنه الخطوات من قبل المجتمع الدولي الغرب ودول العرب في نفس الوقت أصدقاء سوريا كما يقال، الخطوات الأولى سوف تكون ازدياد المساعدة للمعارضة وبعد تغيير الموقف الفعالي في الميدان لصالح هذه المعارضة هناك سوف يكون احتمال ضيق، احتمال قليل لحل وسط أو تسوية سلمية لهذه الأزمة. ولكن الخطوة الضرورية لهذا الحل السلمي للأزمة السورية هو قبول النظام السوري بحكومة انتقالية بدون سيادة، بدون رئاسة الرئيس بشار الأسد كما اتفق في جنيف. طيب، يعني بالتفصيل سأتحدث عن هذه النقاط التي ذكرت، ولكن قبل ذلك أريد أن أعود سيد محي الدين اللاذقاني بتعليق سريع على ما جرى في لبنان وأنه كان مؤشر للمشاركة الكثيفة بهذه الانتخابات، ومن ثم اليوم في واقع الرئيس بشار الأسد سيكون رئيسا لسوريا لمدة 7 سنوات جديدة، أي تحرك ستنتهجه المعارضة لمواجهة ما اعتبرته غير شرعي؟ يعني برد سريع على حديث استغرق 5 أو 7 دقائق، برد سريع من فضلك. فيلم حالش حول فضل السفارة السورية كان واضحا، أغلب من صوت وشاهدنا كذا شخص يعترف بأنه صوت أكثر من مرة، شاهدنا أشخاص لبنانيين قدموا من تفاحته ومن قرى جنوبية صوتوا هناك، أي أحد كان يرمي ورقة في أي صندوق وكأنه صندوق قمامة. هذا ليست كثافة وليست انتخابات، هذا فيلم أعده الحزب القومي السوري الاجتماعي وحزب حالش ونفذ أمام السفارة السورية للإيحاء بأن هناك شعبية لرجل قتل شعبه. هذا أولا. الشيء الآخر فيما يتعلق يعني ضيفك على من واشنطن على حق تماما، حتى اليوم جريدة الوطن السورية، ضيفك من دمشق اسألي إذا أمامه جريدة الوطن وهي مملوكة ويقف خلفها مخلوف، هذه تقول اليوم هذا انتصار سياسي ويعقبه انتصار عسكري. إذن هناك نظام يقول لا يوجد حل سياسي، وسبق أن قالها في جنيف أيضا حينما عطل تشكيل الهيئة الانتقالية. الحالة في سوريا الآن ليست أن نتكلم عن مهزلة أو نقول أن والله الأمور في طريقة للتغير وهذا الرجل سيبقى 7 سنوات، هذا الرجل قد لا يبقى 3 أيام. طيب. وقد يبقى. أنا سؤالي كان لدى المعارضة. نعم. يعني أنت عم تجاوب عن النظام بينما أنا أريد أن أعرف منك ما هي استراتيجية المعارضة. المعارضة اليوم تقول بأنه هذا النظام فقد شرعيته، ما هي استراتيجية، ما هي التحرك الذي ستعتمده؟ الحل الأول أو ما يجب فعله فورا هو إعادة هيكلة الائتلاف الذي أثبت فشله في المرحلة الأخيرة، وهناك مبادرة سياسية سبق وأن تكلمت فيها شخصيا مع الجربة، مع صبرة، مع عبد الإله البشير. هذه الهيئة السياسية التي اعترف بها العالم يجب أن تكون ممثلة للسوريين وليست ممثلة لأجندات إقليمية. إذا ممكن تسمح لي بس فاصل قصير وبرجع معك لتكمل هذه الفكرة. لازم تكمل الفكرة. لابد من التوقف. نعم. مع فاصل قصير ونعود لمتابعة حديث الساعة، فابقوا معنا. كان في مجموعة من الأصدقاء، طبعا ما كان فيهم ولا شخص من الإخوان المسلمين، وفي 3 جثث، فكان الافتراض أن هي جثة الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وحسيت مي حار ساخن لا يسكب على رأسي بقوة. الرئيس حسني مبارك أنه بدوح معك أحضر جنازة حافظ الأسد.
المشهد مع جيزيل خوري على شاشة بي بي سي. هو كان متوجه نحو المزرعة هذه اللي رايحين لها الآن مزرعتنا. أجلي ما سمعت إلا طاق طاق طاق. حقوق إنسان في السعودية معدومة. إنه يتوفر لدى هؤلاء أسلحة. هذا سلاحي. أثبتت التحقيقات تنسيق الممنهج. اللي سجن أولادنا ما نفع بقى. عن قرب على بي بي سي. أهلا بكم من جديد. أعود معك سيد اللاذقاني. يعني حول ما الذي تريد أن تفعله المعارضة للمواجهة لمواجهة إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد؟ يعني أولا ما الذي يريد أن يفعله الشعب السوري؟ المعارضة استخدم في الأنظمة الديمقراطية. سوريا فيها عصابة حاكمة فالتعبير غير صحيح. في سوريا ثورة في الداخل وهناك بعض الأشخاص في الخارج امتداد لهذه الثورة. الشعب السوري الآن يعرف تماما ما يجب فعله ويعرف تماما أنه لا يمكن أن يعود إلى الوراء ويعرف تماما. حتى ميشيل كيلو حتى ميشيل كيلو هو معارض يقول بأنه نحن قوى مهمشة في الداخل وأنه اعتمدنا على الخارج طوال الفترة الماضية، لابد من تغيير استراتيجية اليوم. ما المبادرة السياسية التي كنت أحدثك عنها؟ تفضل، ما أنا بدي تفاصيل عن هذه المبادرة. نعم، تعطي الدور الأساسي والرئيسي لمعارضة الداخل. عندك كيف؟ الآن تنظيمات كثيرة، عندك الائتلاف، عندك المجلس، عندك الجيش الحر، كل هؤلاء يجب دعوتهم إلى مؤتمر وطني عام حتى تظلفت الائتلاف الذي يعترف به العالم لكن يتغير مضمونه وتتغير هيئاته من الداخل بحيث تنتخب انتخابا مباشرا من قبل السوريين في مؤتمر وطني عام ولا تكون معينة من قبل سفراء الدول كفرنسا وأمريكا. وكلنا نعرف ماذا حصل في اسطنبول حين تشكيل انتخابات للمجلس للائتلاف الوطني لرئاسة الائتلاف الوطني. نعم. هل هذا ممكن قبل ذلك؟ يعني الانتخابات على الأبواب منتصف الشهر المقبل أو أوائل الشهر المقبل. هذه الفرصة الأخيرة لمبادرة من هذا النوع، إن لم يستطيعوا القيام بها فلا معنى لوجودهم. وقيادات الداخل، الشباب السوري، الجيش الحر الذين يقاتلون على الأرض سوف يجدون البديل. هذه الفرصة السياسية الأخيرة لإعادة تكوين جسم سياسي حقيقي على صلة بالجسم العسكري وعلى صلة بالداخل ويمكن أن يقيم بالداخل. ومن الأفضل أن يقام هذا المؤتمر الوطني العام في المناطق المحررة وهي كثيرة ووفيرة، ويمكن إقامته في ريف إدلب، يمكن إقامته في ريف حلب، يمكن إقامته في أماكن كثيرة داخل سوريا. سوف ننتهي من معزوفة الخارج ويكون هناك التمثيل السياسي في الداخل السوري. إذا عجزنا عن القيام بذلك هيئة الأركان. نعم. أنه برئاسة العميد الركن عبد الإله بشير، اليوم السيد إدريس رفض الاستقالة وقال بأنه يعني لا يعترف عبد الإله البشير. أنه هل الكلام الذي تتحدث عنه المعارضة كلام غير واقعي؟ يعني كل تحركاتها غير واقعية، لا تستند إلى حقائق موجودة على الأرض، أنه في انقسامات واضحة. واضح أنه حتى رغم إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد هي غير قادرة على توحيد صفوفها. يعني أنا بظهوري على الشاشات العربية والأجنبية دائما أسأل هذا السؤال. تمنيت مرة أن يسألني أحد عن الانقسام في المجتمع الدولي. مشكلة سوريا الآن ليست في حكاية المعارضين ليست في مشكلة. نعم، مشكلة سوريا الآن أن الانقسام الدولي هو الذي يعطل كل الحلول، أن هناك روسيا وإيران تعطل أي موقف، أن هناك الفيتو جاهز حتى أمام المساعدات الإنسانية لإيقافها. إذن نحن الآن أمام هذا الانقسام في المجتمع الدولي، ليس لنا إلا أن نعتمد على داخلنا وعلى أنفسنا. هيدي مش تعليق على نقطة رئاسة الأركان وأنه السيد إدريس رفض الاستقالة وأنه مش واضح أن الموضوع سينتهي بالقريب العاجل. السيد إدريس الآن لا يتدخل في أي عمل. أيضا رياض الأسعد قيل إنه همش وهو الآن يتعاون مع الجميع. يعني معزوفة أن خلافات المعارضة والجيش الحر هي التي تساعد هؤلاء على تحقيق أهدافهم فيها جزء من الحقيقة، لكننا أيضا الإعلام الغربي والعربي يبالغ فيها ليبرر عجز المجتمع الدولي عن إيصال حتى مساعدات لناس محاصرين وجائعين. مناسبة الحديث عن المساعدات، بينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الحميد الصيام. سيد عبد الحميد، هل تستطيع سماعي؟ نعم، أهلا. نعم، أسمعك.
يعني في مشروع جديد لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري غير غير القرار الذي صدر سابقا 21-39 على ما أعتقد رقمه، بماذا يختلف عن القرار السابق؟ يختلف، يحاول الوفود الثلاثة التي تسعى لطرح المشروع للتصويت أن يعتمد القرار تحت الفصل السابع، أن يكون ملزما وأن يتضمن فقرة بإدخال المساعدات من الحدود الدولية دون إذن الحكومة السورية. وهذه النقطة هي نقطة الخلاف مع الاتحاد الروسي والصين إلى حد ما، لأنه يعتبر أن هذا القرار إذا اعتمد سينتهك سيادة الدولة السورية وسينتهك حتى الدول التي ستمر منها المساعدات، لأنه من المفروض أن تمر المساعدات من هذه الدول إلى الداخل السوري دون إذن من أي دولة، وبالتالي هناك انتهاكات لسيادة هذه الدول. طيب، ويعني هل ممكن أن توافق اليوم روسيا على البند السابع؟ يعني النقاشات التي تجري على أي أساس تقوم، وما هو الحد التي يمكن أن تقبل به روسيا؟ في حديثنا مع السفير الأسترالي وهو أحد المتبنين لهذا القرار، هو يقول أنه يريد أن يصل إلى إجماع قبل التصويت، مثل ما حدث في القرار 21-39. ولكن المندوب الروسي في حديثه أمس أمام الصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة قال إن هذا القرار سيادة وروسيا لا توافق على انتهاك سيادة أي دولة، وبالتالي لن يوافقوا عليه في صيغته الحالية، هناك مفاوضات بتعديله حتى يصبح مقبولا. متى ستنتهي هذه المفاوضات غير الرسمية ووراء الغرف المغلقة لا نعرف. ومن هون كان سؤالي، يعني متى يمكن أن يصوت على هذا المشروع؟ يعني نتوقع أن لأنه مرت الذكرى الثالثة على اعتماد القرار 2131، وبالتالي نريد أن نرى تصويتا على هذا مشروع، على مشروع القرار هذا في هذا الأسبوع. لا نعتقد قد يكون هناك تعطيلات جديدة. شكرا لك. من نيويورك كان معنا عبد الحميد السيام، المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة والصحفي المتخصص في شؤون المنظمة الدولية. ومن هنا أعود إلى سيد مصطفى المقداد. سيد مصطفى، الائتلاف الوطني وسيد الجربة يقول بأنه وعد عندما كان في فرنسا بأن الائتلاف سيتولى الكرسي السوري في داخل الجامعة العربية. أيضا في كلام وفي تحضيرات وفي مشروع قرار من أجل تعليق عضوية سوريا داخل الأمم المتحدة. كيف ستواجه سوريا هذه الضغوط، لا سيما أيضا في قرار جديد يتم التحضير له فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية؟ والسيدة أموس دعت الرئيس بشار الأسد يعني أن يكون الشعب السوري هو الأساس. دعيني في البداية يعني أوافق صديقي ديفيد بولوك، صديقي العتيد على الأقل في اللقاءات التلفزيونية الكثيرة، أن أوافقه بأن الانتخابات في سوريا التي جرت في سوريا فعلا هي نعي لجنيف، لكن نعي وفق الرؤية الأمريكية، لأنها حددت مسارا باعتقادي. أقل ما يقال عنه أن الشعب السوري عموما وفقا للقوانين التي يطالب بها المعارضة الداعون إلى التغيير، الداعون إلى التمسك بالأسس الليبرالية واحترام القوانين واحترام حرية الشعب في اختيار وتقرير مصيره عموما. يعني بس سيد مقداد، بس فهنا اريد ان فهنا افهم منك. فهنا اسمح لي، يعني بدك تسمح لي يا سيد مقداد، بدي توضيح بالنقطة التي ذكرت. هل النظام السوري اليوم متمسك بجنيف اساسا، بصيغه جنيف، برؤيه جنيف؟ اكيد على الرؤيه السوريه لجنيف. السيده بثينه شعبان في حديث متلفز لها تقول بانه جنيف كان اساسا نتيجه توافقات روسيه امريكيه، واليوم هذه التوافقات لم يعد يمكن ان يكون لها ارضيه مشتركه، وبالتالي تقول ايضا ان الحل السياسي في سوريا أساساً. اسمح لي يا سيد مقداد، ما زال الحل السياسي في سوريا يكون عبر منطلقا تتمسك به الحكومة السورية. تقول أن الحل السياسي في سوريا سوري إلا إذا أنت عندك رؤية تختلف سوري عن المستشارة سوري. عن المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس، يعني خبرني عن هالرؤية.
أولا يعني أرجو أن أبقى فيما أقول أنا شخصيا وأرى فضل. أنه رأي الحكومة ولا يعني أريد التحليل يعني بمعنى كلامي الذي أحدده بدقة متناهية وفق ما أعتقد. جنيف واحد ما زال منطلقا أساسيا تراه الحكومة السورية وفق رؤيتها بالضبط، ليس وفقا للرؤية التي يفرض بها شخصيات في الخارج تسمى معارضة رغم هذه الوصوف والمساحات الواسعة التي تخصص في الإعلام، ويدعى أن الإعلام السوري هو من يمتلك هذه المساحات الكبيرة خلافا للكثير. يعني أنا شخصيا أود أن أظهر على البي بي سي باستمرار لأني لا أجد متسعا يمكن أن أعبر به عن هذا الرأي. وهنا فإن الحديث عن تغيير موازين القوى على الأرض، وهي اعتراف من جانب بما هو حاصل على الأرض، إنما يعني المزيد من قتل المواطنين السوريين. هذه الرؤية عندما تنظر إليها الولايات المتحدة وكيري من خلال زيارته إلى بيروت مؤخرا، ما الذي جاء يفعله وزير خارجية الولايات المتحدة في لبنان؟ هل حقا جاء من أجل الغاز وهذا الأمل الموعود من الحقول الغازية الكبيرة والطاقة الكبيرة؟ باعتقادي بيت القصيد في حضور كيري إلى بيروت شخصيا هو ما يريد البعض أن يتحاشاه وأن ينسبه إلى حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي من فبركة لأناس ينتخبون أكثر من مرة. خلصنا من هالنقطة سيد مقداد، يعني كي لا نعود إليها، واضح أن أنت عندك وجهة نظر والسيد يريد البعيدون فيها. أنا لا أسمعك جيدا، أنا لا أسمع جيدا، لكن سأكرر الفكرة. أي رسالة يريد أن يبعثها هؤلاء الذين يتعامون ويريدون للشعب السوري أن يقتل يوما بعد آخر؟ هم بس يتعامون كليا عن عذابات الشعب السوري التي تلقي البراميل. هل الوعاد هو سوريا هي التي تقصف براجمات الصواريخ؟ من الواضح بأن سيد مصطفى ما عم يسمعنا وهيك لن نستطيع. سيد مصطفى هل تستطيع سماعي؟ كثيرة تحدث حاليا في سيد مصطفى المنطقة. هل تسمعني؟ نعم. طيب أنت تحدثت بأنه الجانب السوري الرسمي متمسك بالحل السياسي، الحل السياسي، وأنت ذكرت أنه وفقا لجنيف واحد، جنيف واحد بنص بصراحة على حكومة انتقالية ورعاة 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 لم نتفق يا سيد على شكل يا سيد المقدار. هل حدد يا سيد المقدار بدك تسمعني؟ جنيف واحد لم يحدد رحيل الرئيس. سيد المقداد اعتبر الرئيس غير شرعي حكومة انتقالية تنقل إليها جميع الصلاحيات، يعني وكأنه أنه في ظل لا ليس جميع الصلاحيات، اسمح لي التعبير كي لا يعني أنه نحدد ونوهم أن هذه حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة، لكن هذه الحكومة لها مرجعية. هنا نقطة الخلاف، ما يريده من يعادون سوريا، ولا أريد أن أتهم الكثير بغير ذلك، هي نقطة واحدة وهي القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التي يتمسك بها السوريون، لأن ما وقف حاليا في وجه هذه المجموعات التي يعني يتناساها حاليا زملائي في هذا الحوار المجموعات المسلحة، ويصفون فقط الجيش الحر وبعض المجموعات التي ما زالت يعني تعتبر معارضة مسلحة مقبولة ومعتدلة من الغرب عموما، إنما ما حدث من تواجد كبير وفعل على الأرض لتلك المجموعات الإرهابية من القاعدة والنصرة وجيش الإسلام وغيره، وكان لقناتكم يعني شرف ممكن التبشير بهذه المجموعات المسلحة منذ نيسان 2011 عندما قلتها أنا في يوم 22 نيسان 2011 على قناتكم
بأن ما يحدث في سوريا هو بوادر لإرهاب سيتبدى طيب. يوما بعد عن الإرهاب آخر سيد مصطفى. وهو يتبدى اليوم. عم نحكي عن الإرهاب يا سيد مصطفى. بدك تسمح لي من فضلك أن تكون الإجابة مختصرة قدر المستطاع، وإلا سأضطر إلى المقاطعة، وأنا يعني لا أريد أن أقاطعك، بدي تكمل الفكرة، بس من فضلك تكون الإجابة مختصرة قدر المستطاع. تغيير التوازن على الأرض ماذا يعني؟ المزيد من الدعم طيب. المسلح. هيدا كرتا، وخلينا نسمع من السيد بولك رد عليها. سيد بولك، أنت تقول بأنه في قرار نعم. اليوم بزيادة المساعدات للمعارضة الموجودة على الأرض، يعني كم حجم هذه الزيادة؟ مزبوط. بأي زيادة، عن أي زيادة نتحدث؟ إذا كانت صواريخ التاو التي تم أعطاؤها للمعارضة يعني يفرج عنها بالإطارة كما نعم. يقال بالعامية، يعني نحن نتحدث عن حجم زيادة نعم. يمكن أن يخلق فارقا حقيقيا في موازين القوى على الأرض، أم أنه تبقى الأمور على ما عليه، يعني الطرفان ينهيكان بعضهما البعض؟ مفهوم. أنا أعتقد شخصيا أن هناك احتمال للتغيير جوهري في الأرض، في الميدان، ولكن كما أنت ما قلتي، هذا يحتاج إلى ازدياد جاد، ازدياد حاسم في هذه المساعدة، يحتوي على الصواريخ المضادة للدبابات ويحتوي على الأسلحة المتنوعة الأخرى وكذا وكذا. وأنا أعتقد أن هناك النية من قبل البيت الأبيض وفي نفس الوقت من قبل الكونغرس الأمريكاني ومن قبل أصدقاء سوريا في الخارج عند الدول العربية في الخليج وتركيا والأردن وكذا وكذا، هناك النية لإزدياد المساعدة إلى تلك الحد، يعني من أجل تغيير الموقف الفعالي طيب في الميدان. هل سنبقى في إطار النوايا؟ نحن سوف نرى في المستقبل هل هذا واقعي أم لا. طيب، وهنا هل سنبقى في إطار النوايا؟ يعني ما الذي ينتظره الغرب لكي يتدخل بالفعل؟ اليوم تقول الديرش بيغل أن هنالك مجاهدين أوروبيين في سوريا عددهم أكبر مما شهدته حروب يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق مجتمعة، ما يوحى أن الحرب السورية تؤثر مباشرة على أوروبا. الرئيس الفرنسي اليوم أعلن عن 30 فرنسيا قتلوا في سوريا يجاهدون هناك، يعني ما الذي ينتظره الغرب لكي يتدخل بالفعل؟ الحقيقة أنه التدخل المباشر العسكري الغربي أنا أعتقد شخصياً ليس هناك، مش مباشر على مش على مباشر، ما حدا طالب مباشر حسب ما تقول المعارضة. نعم، لكن المعارضة أنا مقتنع شخصياً حسب التحليل وحسب يعني الأصدقاء داخل سوريا وخارجها، إنه ما دام أغلبية المعارضة السورية معتدلة، ليست متطرفة، ليست متشددة، ليست جهادية حتى الآن. والحقيقة إن هناك مجموعات معينة متطرفة التابعة للقاعدة وكذا، ولكن هي تمثل أقلية من المعارضة السورية في الميدان. والحقيقة إن هناك أكثر مجاهدين من الخارج في سوريا لصالح النظام من إيران، من حزب الله، من العراق، حتى من أفغانستان التابعون لإيران، لحلف إيران الشيعي في المنطقة. وهذه الحقيقة أخفيت عن الرأي العام العالمي وخاصة عن الرأي العام الأوروبي، ولذلك أنا أعتقد إنه الخطر الأكبر لأوروبا وللغرب ولحقوق الإنسان وللديمقراطية، الخطر الأكبر هو تدخل القوات الإيرانية أو التابعة لإيران من حزب الله، من العراق، لواء أبو الفضل عباس وكذا وكذا داخل سوريا.
يعني وليس المجاهدين النقطة التابعون للقاعدة. هيدي النقطة تدعوني إلى السؤال، يعني اليوم ما نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية على حلفاء الرئيس بشار الأسد اللي هن إيران، اللي هن روسيا وحزب الله الذي هو يعني حسب ما يصفه البعض أداة من أدوات إيران، ما نفوذ الغرب على هؤلاء؟ للأسف الشديد أنا أعتقد أنه ليس هناك سياسية واقعية فعالية من قبل الولايات المتحدة أو من قبل أي قوة أخرى في العالم لمنع التدخل الروسي الإيراني وتدخل حزب الله في سوريا. وهذا أنا أتفق مع أخي أنه هذا خسارة ضخمة في استراتيجية الغرب واستراتيجية المعارضة السورية في هذا الوضع. طيب. الآن بدي أرجع للوجه الداخلي، في نقطة تم الحديث عنها وأريد أن أستوضح إذا كان لديك أي معلومات عنها، فيما يتعلق بأن هنالك اتصالات مع معارضين تجري، في عدد من المعارضين عادوا إلى سوريا بالفعل، وفي قنوات اتصال وتجري هذه القنوات، وحتى أنه من داخل الائتلاف ومن المجلس الوطني، ما معلوماتكم حول ذلك؟ يعني أولا بما أنه شأن داخلي دعيني أضم صوتي إلى صوت ضيفك من دمشق في ضرورة سحب كافة الإرهابيين من سوريا وأولهم داعش وحالش. حالش نعم. الذي هو الذي استطاع أن يجعل النظام يصمد كل هذا الوقت، وكذلك عصائب الحق وما أشار إليه ضيفك من نيويورك. هذا هو الإرهاب الحقيقي الذي اعتمد عليه النظام في استمراره. فيما يتعلق بالذين تسألين عنهم، يعني هذا النظام لم يستثمر خلال 40 عاما إلا في الأمن، فمن الطبيعي أن يرسل ناس ليخترقوا هيئات سياسية وليخترقوا جبهات معارضة، وكل الذين استطاع أن يخترق بهم 3 أشخاص، واحد كان في القاهرة وضم للمجلس الوطني في يومين ثم طرد وعاد إلى دمشق، سيدة أخرى كانت حاطة أجر في اليمين وأجر في الشمال فوجدت نفسها هناك، لكن كل من هو الآن في المعارضة كله كان بالداخل. يعني عن كلام، أكبر من ذلك، يحكى عن حتى اتصالات مع دول خليجية ومع دول عربية ومع دول غربية وقنوات متقدمة من الاتصال. اسمحي لي قل لك، كل المسميون المعارضين الآن في الخارج قبل عام كلهم كانوا في دمشق. ميشيل كيلو كان في دمشق، قيس سارة كان في دمشق، هيثم البالح كان في دمشق. كل هؤلاء الآن خلص لما طلعوا خارج دمشق صاروا معارضة خارجية. إذن هذه الاتصالات التي يتحدثون عنها، الآن هناك دول إقليمية فيه تغير في أجندة الإقليمية، والحقيقة هي سببت لنا مشاكل أكثر مما تساعدنا. ومن المقصود بذلك؟ المقصود في ذلك دولة إقليمية تعرف نفسها وهي الآن تحاول التقرب من إيران. طيب أنا هؤلاء لا أعرفها. أي دولة إقليمية؟ أنت عارفانتي وضيفك في نيويورك. لا أسمع منك، لا تكون أمور واضحة وصريحة. وضيفك في نيويورك عارفانا. ما في شيء حديث، ما في شيء صريح بالحديث حتى أقول لك من هي الدولة. لكن عندنا معلومات بأن هناك دولة تعمل على تحسين علاقاتها بحزب الله، تعمل على تحسين علاقاتها في إيران، وبالتالي سوف تكون قريبة من الرؤية الإيرانية. من الطبيعي، من الطبيعي أن يكون هذا الصراع إقليمي رح ينعكس على انتخابات الائتلاف طول عمره منعكس. لماذا نحن نطالب بتغيير هذه البنية بالكامل؟ لأننا نريد قرارا سوريا مستقلا، لا نريد أجندات إقليمية ولا دولية. القرار السوري المستقل هو الذي الأمر بعد هو الذي سينقل سوريا، ونأمل أن يكون هناك شرفاء في الداخل يشاركون. ولكن قيل بأن انحسم الأمر بعد إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد، لن تكون هنالك مشاكل إقليمية تنعكس سلبا على صراعات إقليمية تنعكس سلبا عليه. تعقدت المشكلة أكثر بانتخاب بشار الأسد. هذه مسرحية مؤقتة سيزدر عليها الستار ويغادرها المتفرجون، ومثل مسرحية هاملت ستنتهي بالدم، كل الذين على المسرح سيموتون. طيب أعود إلى السيد مقداد. سيد مقداد، بالنسبة للحكومة المقبلة كيف سيكون شكل هذه الحكومة؟ يعني النظام يتحدث عن حل سياسي، طب هل هو مستعد لإشراك معارضة داخل هذه الحكومة؟ هل تم العرض أي توجيه أي عرض للمعارضة للمشاركة في هذه الحكومة؟ شكل لون الحكومة المقبلة؟ حتى الآن لم يوجد، يعني الحكومة الموجودة حاليا فيها معارضة، وكان فيها حتى نائب رئيس مجلس وزراء اللي غادر دمشق ثم عارض وغادر دار الامتحان. إذا الكلام من حيث الشكل، لكن من يعني حيث الشكل هي النقطة سيد مقداد، يعني أنت ذكرت هذه معارضة. نعم. كانت موجودة، ممكن كانت تعتبر من حيث الشكل. يعني هناك أكثر من صيغة، يعني
عبارة عن ديكور إن صح التعبير، مع احترامي لكل لا الشخصيات. لا لا لا، لما قل ديكور. ديكور اسمحي لي، أنا عم أقول لك ما يوصف ما يصفه البعض أو ما يطلقه نعم البعض ممكن على هذه الحكومة. نحن عم نتحدث عن معارضين، يعني باعتقادي المرحلة القادمة ستضم كثيرا إن لم يكن معظم القوى الفاعلة على الأرض، إضافة إلى المستقلين باعتقادي من حيث المبدأ هذا هو الموجود. طب هيئة التنسيق اللي هي معارضة ولكن في الداخل، هل يمكن أن تكون من ضمن هذه الحكومة أو ما الذي يمنع من أن لا لم تكون؟ لم أسمع جيدا. هيئة التنسيق كيف؟ هيئة التنسيق، أسألك عن هيئة التنسيق. ممكن أن تكون، رغم الانقسامات التي حصلت في هيئة التنسيق. يعني البعض والبعض من استضاف من وصفوا بأنهم كانوا مخترقين ضمن الائتلاف والمجلس، حضروا مؤتمر في فندق داماروز في دمشق مؤخرا، عقده يعني من انقسموا عن هيئة التنسيق وهيئة التنسيق نفسه، إضافة إلى أكثر من قوة. يعني هناك قوة التغيير والتحرير على الأرض رفضت الانتخابات من داخل دمشق وما زالت تعتبر أن هذه الانتخابات لا تقدم شيئا من داخل دمشق، ولم تشارك لا ترشيحا ولا انتخابا في هذه الانتخابات والعملية السياسية. يعني على الرغم من أنه حضرتك ذكرت أنه ممكن تكون هيئة التنسيق، إلا أنه في كلام من السيدة بثينة شعبان أنه هيئة التنسيق لا تمثل على الأرض. يعني وكأن رجعنا للنقطة الأولى بأنه كل من يعارضون هم إرهابيون، وبالتالي هيئة التنسيق ليس لديها وزن ولن يعرض عليها موضوع الحكومة. صديقتي، من ذكروا من معارضة موجودة في الخارج، من يمثلهم على الأرض؟ في كل يوم صرح مسؤول سياسي مثلا من المعارضة الموجودة في الخارج عن الجيش الحر أو غيره، وجد رفضا من مجموعات الجيش الحر الموجودة على الأرض أكثر من مرة. هذا الأمر معروف، إنما كانت تجري هناك تدخلات خارجية ومتعددة للقول بالقرار السوري المستقل، وهو كلام حقيقة. يعني أنا أستغرب من يحب أن يخدع نفسه ويخدع الآخرين. كفانا وهما ما يحدث على الأرض، يحسمه الجيش العربي السوري بشكل أساسي ويحدد مستقبل سوريا. سيد مصطفى، ما يوجد من البروباغندا حقيقية على أنهم لا يمثلون في الداخل. لا يمكن لها أن تنطلي بعد اليوم، والمواطنون الذين توجهوا تحت القصف وتحت التخريب إلى صناديق الانتخاب وحدهم يقولون كلمة الحق، وليس من يدعي. سيد مصطفى، شكرا لكما، انتهى الوقت بالفعل. شكرا لكما. في نهاية هذه الحلقة نشكر كل ضيوفنا، من دمشق مصطفى المقداد نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا، ومن واشنطن ديفيد بولوك، ومن هنا من الاستوديو الدكتور محي الدين اللاذقاني. إلى اللقاء.